طبعا ما بننسى فقرتنا الدايمه هلا لفتره عيد الميلاد، فقره فاميلي مع الرسام بيتر القاضي. هاي بيتر. هاي، كيفك اليوم؟ سافا. عم شوف انا شيء كثير حلو بين ايديك هلا، صار هيك عن جديد غبت عنك حلقه، جيت لقيت الرسمه تقريبا جاهزه. تقريبا جاهزه، وبدنا بعد نحط لها الشادو شوي. هيك ذكرنا شوي شو عملت الاسبوع الماضي، شو القصص اللي انزادت عليها للرسمه؟ يعني الاسبوع الماضي حطينا الشادو تبع البول بالاسود، وبالابيض عملنا اللايتنج تبعها. بالابيض يعني بنقول بشو؟ بالقلم الخشب يلي هو القلم العادي، حطينا شويه لايتنج ولونا على الخفيف شوي شوي تقريبا لحتى تطلع هون. انا بدي رد جوابي على التلاميذ اللي بيسالوني، بشوفهم عم بيلونوا بالابيض. يا عمي ما فيكم تلونوا بالابيض، الابيض بس لهيدي المواضيع مثل ما بنشوف هلا بيتر عم يشتغل فيها. الابيض هو بس لنعطي ضوء، مش لحتى نلون فيه كمان. صحيح. طبعا بلس كمان اصلا الابيض ما بيعلم. مزبوط. الا اذا لوننا بالفتر. مزبوط. بيعلم فوق الفتر. يعني دائما ليش موجود، ليش بنقول بيتر موجود القلم الابيض بعلبه التلوين؟ هو لللايتنج فقط. مزبوط. وطبعا اذا فينا نعمل شويه افيات فوق الاسود او فوق لون غامق. مزبوط مزبوط، نقدر نحطه يعني. نعم. بس انه هو بالنسبه لللايتنج مش اكثر. نعم. اليوم بدنا نحط الشيدنج تحت البول لحتى تبين 3D اكثر. اوكي. رح نبلش بالقلم الاسود شوي شوي. فينا نقول مش الشادو او هو الخيال، هو اللي رح يسمح للبول انه تقب عن الارض. مزبوط. وتقب عن الرسمه، يعني اللي حتى بس نطلع فيها تبين تبين انه هي ثلاثيه الابعاد لنقول يعني اكثر. مزبوط. حتى نفسر للمشاهدين شو هي الـ3D. ما بيكفي طبعا بيتر، هل بيكفي بس انه نلون البول بطريقه تبين انه هي 3D، ولا الشادو هو بياثر عليها كمان؟ اكيد الشادو بياثر عليها اكيد، يعني 3D بتبين من البول. مزبوط. بس اكيد اذا ضفنا الشادو اكيد رح تبين ديفرنت يعني. يعني انا عم شوفها من هون قدام مبينه مبرومه. مزبوط. البول، لانه نحن اشتغلنا على اللايتنج والشادو تبعها للبول، وهلا بدنا نبلش نحط الشيدنج تحتها لحتى تبين اكثر، لتبرز اكثر البول. رح نبلش شوي شوي بالكلينكس. عم نستعمل بالكلينكس. فينا باصبعنا؟ فينا باصبعنا، بس ما بيعمل كثير الاستومباج، لانه الكلينكس بتاخذ مجدة على الكرتونه، يعني بتمسح الكرتونه اكثر. وكمان البصمه تبعت الاصبع. مزبوط. بدها تطبع. انا هيك بشوف، ما بعرف. مزبوط صحيح. فانا شوي شوي عم بلون، يعني ايتاب بار ايتاب شوي شوي، مش دغري فرد مره، وما عم شد ايدي على القلم لحتى ما يبين التراس الاسود على الكرتونه ويطلع غلط. بيتر، في شي طريقه تانية نعمل فيها الشادو؟ في طريقه تانية مع مراحل متقدمه، بس نتعلم اكثر التكنيك الخشب. بنصير نوسع شغلنا اكثر، وبنصير نعمل بالايربراش. شو هي الايربراش؟ الايربراش هي مكنه بترش البانتور، حكيت سبق وحكيت عنها هذيك الجمعه. رجع نذكر شوي المشاهدين. هي ماشين بترش الاكريليك، بنحط بقلبها بانتور او انك شو ما كان، وبترش البانتور، وبيعطينا نفس الريزلتات تبع الخشب الاسود، الفيدد، اللون الفيدد على كرتونه تيبين الشادو ناتورال اكثر. يعني فينا نوعد المشاهدين انه العمل القادم رح يكون نهايته بالايربراش ان شاء الله. هلا نحن ما اشتغلنا اليوم ايربراش، لانه فينا نقول نحن بعدنا مبتدئين بالعمل. مزبوط. مزبوط. يعني بعدنا عم نشتغل بالالوان، بالاقلام الخشب، بالاقلام الفاتر وغيرها من القصص. مزبوط. بدنا نعلم المشاهدين من الاول البيزكس لحتى يقدروا يعملوا اول شيء الشيدنج مزبوط بالقلم، وبعدين شوي شوي بنصير بنطور حالنا وبنقدر ننتقل لغير اساليب بالشيدنج. بيتر، كلها هلا بدك تعملها اسود؟ رح اعمل تحت بعد هون شوي صغيره تحت الثاني بول. رح بلش. بيتر، شو بيفرق الرسم الثلاثي الابعاد او الـ3D عن غيرها من اللوحات؟ الثلاثي الابعاد هو ستيل، يعني رياليستيك. في غير لوحات بيكونوا مثلا ابستري ارتستيك. هي الرياليستيك فايت شوي بالارتستيك، بس الرياليستيك بيجي ستيل معين. يعني كل شخص عنده دايركشن معين. مودرن، يعني في ناس ما بيعرفوا الفرق بين البرسبكتيف والـ3D. مزبوط. يعني في شوي فرق مش كتير بسيط. يعني مزبوط. البرسبكتيف تجي لكل شيء بتشوفيه قدام عينك كأوبجي، هو برسبكتيف.
بس كرياليستيك مزبوط. بس رياليستيك يلي نحن نقدر نجيب الأوبجي هو ذاته نلونه بطريقة يبين كتير رياليستيك. يعني هذه تكنيك معينة بيتبعها الرسام لحتى تبين. حتى بكل الأرتستيك مثلا بالرسمات الأرتستيك فيك ترسمي بطريقة رياليستيك تيبين اللوحة كمان ريل أكتر. كنا نقول أنه كمان الفرق بين 3D والبرسبكتيف أنه 3D البرسبكتيف له منظار معين نحن بنرسم من خلاله، يعني نقطة معينة نحن بنرسم من خلالها. أما الـ 3D فيك ترسم من كل الجهات، منك محكوم بطريقة رسم معينة. صحيح صحيح. أنا هون عم ضيف الشادو على تاني بول من جوا. حلو. فينا نفوت الأبيض هون ولا ما بيزبط؟ هون ما رح يزبط الأبيض لأنه أوريدي الكرتونة كمان بيضة. مزبوط. فينا نشتغل على غير كرتون، فينا نشتغل على كرتون جراي، على كرتون ملون اللي بدنا اياه، شو ما كان لون البول، فينا نلون بكرتون، فينا نلون على كرتون ملون كمان. يا ريت هيك اذا بتخلص فينا نقبها شوي. اكيد رح نقدر نشوفها. انا رح فرجيهم هلا هون شوي كيف صارت تقريبا. عن جد اللي بيشوف هلا اللي انا عم شوفه بيقول شو هين الشغل فيها. عن جد هي هاي اللي بتصير. عن جد يعني مين ما كان بالبيت بيقدر يشتغلها. مزبوط، مين ما كان بيقدر يشتغلها، بس يعني بدها شوية صبر لأنه بتاخذ وقت شوي زيادة. يعني حتى فينا نقول للمشاهدين اللي ما بيعرف كثير يرسم ممكن يجيب رسمة أو شيء منقول ويشتغل عليه الاستومباج والشغل. صحيح. فينا نشوفها بيتر. حلو. واو مبينة على الكاميرا. واو فينا بس فيك تقلنا كيف تقريبا اخذت الشادو، يعني طالع الشادو معك مبروم على القد، يعني عاطي البرسبكتيف تبعيت البول. انا بدي ادرس كمان الاوبجي، يعني بدي ادرس الشغله اللي عم برسمها الفورم تبعها، والشادو بيلحق الفورم اللي انا عم لان الاوبجي اللي عم برسمه. لانه اللايت بده يضوي عليها وبس يضوي. الضوء من هذيك الميله جاي. صحيح، الضوء بس يضوي من هالميله بده يعمل الفورم تبع البول على الارض وهو الشادو تبعه. فبدي تقربها شوي بيتر لحتى. اوكي. اوكي. حلو كثير. فمثل ما حطينا الشادو وحطينا اللايتنج بدنا نحط كمان الشيدينج تحتها، بس بعكس اللوميير اللي حاطينه على البول. اكيد طبعا. يعني اذا طولناها هلا شوي للشادو ببين كانه ضو واطي ولا؟ مزبوط، واذا عليناها ببين كانه تحت الشادو اكثر. اها حلو كثير. بيتر كل رسماتك هي عباره عن 3D. مزبوط. هيك خبرنا شوي لمحه، قد ايه لك بتشتغل بال 3D؟ شو بتعمل؟ كيف بلشت فيها؟ بلشت فيها صراحة أنا كتير بحب أرسم وبلشت من أنا وصغير، بس أكتر شيء الـ 3D أخذته كدايركشن لإلي. بلشت رح كفي شوي أنا وعم أكيد. بلشت فيها يعني من 10 سنين تقريبا، بلشت شوف ناس عم ترسم 3D وقصص وهيك، شيء كتير يلفت لي نظري فحبيت اني بلش فيها وطورت حالي شوي. هلا عم نشوف بيتر احدى لوحاتك كمان هيدي الهاتفون. مزبوط. بس خلينا نشوف الشادو كيف عم مزبوط. بيفرق من رسمه للثانيه، يعني هون عن جد امسكها انا بايدي وشيلها. هيدي الكوفي ميت. هون عم نرش بالاير براش وراها. عم أوكي. نستعمل تكنيك معينه. هون حطيت القنينه. مزبوط، تانك البيبسي مع الغراض. يعني قد ايه عم بيفرق الشادو عن الاخرى هون؟ اي وحده الحقيقيه بيتر؟ يلي واقفه هونيك. يلي على يلي حاطين لها الشادو يلي. اوكي يلا نايس. خلينا نكفي لنشوف وين بنصير اليوم بالشادو. اورايت. يعني عم صف انه شادو موضوع كثير مهم انا بالرسم. اكيد اكيد هو كثير مهم الشادو لانه بيبرز اللوحه اكيد. يعني بنكون عم نلون ببين الشغل دغري، بس نحط الشيدنج تحتها دغري بتصير 3D دغري لانه تعطينا الفورم تبعها هون. كان لازم نصورها بيفور افتر. بيفور افتر لانه عن جد بينت من بعد الشادو. مزبوط. ما تمحوا كثير مشاهدينا بالبيت بتجلغموا الرسمه. صحيح. عم نشوف كمان رسمة كتير مميزة لك بيتر، لوحة مشربل. أنا عندي مثل صار معي شيء لحتى رسمته، حلمته بمنامي عم برسمه لمشربل. حلو. ودغري قمت رسمته. شو التكنيك المستعملة هون؟ نفس التكنيك؟ هون نفس التكنيك. نفس الماتيريو. نفس الماتيريو الخشب، وفوت فيه شوي فاتر لحتى سهل علي الشغل أكثر. دقن كيف شغلها؟
دقن شعره شعره هير بهير. اكيد طبعا شعره شعره بس بال اشتغلتها بالخشب العادي وتركت يعني الكرتونه بيضاء صرت اترك فراغ وبلشت اشتغل اكثر وبالفاتر تحت الاسود صرت اعطي افيات وجربت ما في محي مش اهون بالبنشر هلا اكيد كل شخص عنده يمكن الدايركشن تبعه بالتلوين فلقيتها اسهل بالخشب صراحه حلو حلو كثير انا لا شخصيا بلاقيها اهون بالبنشر وين صرنا هلا بالرسمه اوكي بعد بدي شوي صغيره بدي غمق نتفه صغيره تحت الشيء تحت البول بس وبتخلص الرسمة ما بدي كتير كتر الشادو لأنه هو الشادو ما رح يكون كتير غامق ما بيكون كتير غامق فبيكون مثل هيدا اللي فاجئت المشاهدين عليها يعني ما شي مغبش شي مزبوط يعني شي كتير فاتح هون يعني صح هون بتكون تقريبا بدي محي شوي صغيرة أنا كتير بيزعجني صوت الكلينكس على الكرتونة خلص بوعدك ما رح أنا شخصيا ما بستعمل هالطريقة أوكي أنا هون تقريبا خلصتها يعني زبطت الشادو قد ما فيي بالخشب لكن المرة الجاي إذا بدنا نرسم فينا نبرمها لنرجع نشوفها جلسة على الهواء لا خليها على الأرض على الخشبة وسيم فينا نشوف كيف تبين على السكرين شو بعد فينا إذا بدنا نزيد لها إضافات يعني هلا فينا نقول إنه هيدي كمبتدئين نحن خلصت مزبوط خلصت تقريبا لتصير بروفيشنال أكثر لتصير بروفيشنال أكثر أكيد بدنا نفوت فيها بانتور اوكي ميكست ميديا هي انه نفوت مع الخشب البانتور يعني انا عندي قلم هون ابيض هو عباره عن قلم بيك ابيض بانتور نقدر ساعتها نضيف للابيض للضوء للمعه ما كثير رح يعلم هون دي بوينتيزم يعني مزبوط فيني زيد بغير قلم اذا ما زبط هذا القلم فيني اعدل بغير قلم كمان فاتر ابيض فيني مثلا نقيت مش كتير يعني ما بدي زيدها كتير نقيت شوي وبس امرغهم باصبعي نتفه صغيره لحتى ما يعمل بيعطي شاينينج بيعطي لمعيه شوي فايقه بيعطي لمعيه شوي اذا ما حسينا كتير زبط البياض نحن بنصير نظبط الابيض شوي شوي لحتى ما ننزعه بنصير نعطي لمعيه لل في نزوم بعد شوي نقبل الفلوكون ولا خلص خلص بعتقد لانه هي كتير ملزقه فيها للبول فما رح يطلع كتير مضبوطين بيتر بدهم شوي دتايل بيتر شو حضر لنا لمرت الجاي؟ يعني مرت الجاي نحن هلا اجواء كريسماس قريب كريسماس علينا فبدنا نحضر شيء للمشاهدين سيربريز بدنا نبلش نحضر رح نقول لهم شو رح شيء رح اتعاون فيه انا وياك اكيد رح يكون شيء مهضوم بما انك انت بترسمي كمان شطوره بس بدنا كثير لنصير نشتغل 3D نحن بنشكرك لحضورك بيتر معنا بنشوفك اسبوع الجاي اذا الله راد